وزع البضاعة واكلمك. أول جيزة بإذن الرحمن. بقول لك ترامب جنبك. طب هاتوا ترامبو حبيبي. هو الدولار عامل كام النهاردة؟ الأخضر الغدار. ياد لو أنت اللي خربت الأوزون فإحنا اللي لحمناك. لا ما نستغناش. سلام. بعد إذن حضرتك، يعني هو اللي كنت بتكلمه ده يبقى دونالد ترامب بتاع أمريكا؟ أمال دونالد داك بتاع ميكي؟ أيوة بتاع أمريكا. ده أنتوا صحاب بقى على كده؟ جوز أختي لازم. وبيجي لكم البيت؟ بقول لك جوز أختي، يعني فهم خالي يا جدع. ونعم النسب. وهو بقى الأستاذ ترامب ساب البيزنس بعد ما مسك أمريكا ولا إيه؟ ما تيجي سكة ودغري يا أبو الصحاب. مصلحة ولا إيه؟ لماح وكلك نظر. ألا اسم الكريم إيه؟ حلمبوحة. حلمبوحة؟ يعني أنا لو ناديت لك قلت لك يا حلمبوحة مش هتزعل؟ اسمي يا أخي حلمبوحة ملك الرفرفة. وأنا الكابتن عزوز وليا في الرفرفة برضه. عندي طيارة صغنططة كده اسمها الفريرة. بس أنت باين عليك راجل مجدع وابن بلد و ما أقول لك سكة ودغري. يعني لو توصي الأستاذ ترامب علينا يشوف لنا أي شغلانة بالدولار كده نفك بيها زنقة حضرتك. حبيبي ده أنا وقعت من السما وأنت استلقتني. ده أنت زبون لقطة. جرأة يا ترامبو، أنا عمري فشرت عليك في حاجة يا صاحبي. بقول لك هوزع البضاعة بطيارة، يعني هنعلم على العيال الموزعين التانيين، وبتاعتنا هتوصل للمحلات قبليهم. أنت بس كلم التجار وفهمهم إن أنا هدلدل لهم البضاعة من فوق. طب سلام دلوقتي عشان في حد جاي. كنت بتكلمه صح؟ هو. طب ما كنت تدهوني يا عم أسلم عليه. قطع البعيد. ترامب ده اصله ما يجيش من وراه حاجه غير مشاكل. طب هو بشعره ده هيجيب خير منين؟ وايه الشغلانه اللي هنعملها معاك بقى يا استاذ حلمبوحه؟ انا كنت خارج من مؤتمر كمه قريب هنا ولقيت لك عم ترامب بيدق عليا تت نهايه الشريط. قصدنا خلص له مصلحه عندكم هنا في الجيزه. انا سمعتك بتقول له حاجه كده على الاوزو. تقصد الاوزون؟ ايوه. المنيه اللي لعب بالغلط في زراير الاسلحه البيولوجيه فخرمت الأوزون فوق زيزينيا مول اللي في الجيزة ده اللي في شارع الهرم. عليك نور. وخرمين تانيين في رمسيس وستة في العتبة وتلاتة في ميدان الجامع. بهدل الدنيا. بس دي مهمة سرية يا جدعان. علشان كده بقى جاي فرضاني من غير لا حرس ولا بتاع. يعني نعمل ايه بقى؟ بس الخدمة دي مش هنسهلكوا أبدا، وكله بحسابه بالدولار يا باشا. احنا عنينا ليك يا خواك. انت محتاج الشنطة اللي معاك دي كلها خواجة ولا نرمي منها حاجة علشان الحمولة؟ دي البتاعة يا عم ترمي ايه؟ قصدي يعني ادوات اللحام اللي هنلحم بيها اخرام الاوزون اللي متنطورة في السماء عندكم في كل مكان دي. ده شنط مليانين لعب وخردوات، هتلحم بيهم ازاي دول بقى؟ التلاتين صندوق اللي على الوش دول فيهم 1300 بكرة خيط وابرة. 1300 بكرة وابرة واحدة بس؟ أكيد علشان تبقى إيد واحدة اللي بتخيط الخرم، ما تخلفش في الغرزة يعني. عليك نور يا أبو الكباتن. طب بكر الخيط يا ترى لون السما ولا هنروح هناك نلاقي اللون خالف؟ جايب معايا خيط أزرق بدرجاته من أول البيبي بلو لحد الدارك بلو. طب وبقية الصناديق فيها إيه لا مؤاخفة؟ كيوي؟ لا دول مواد لحام تانية عشان لو الإبرة والفتلة ما نفعوش. احنا طالعين نجرب حظنا بقى. معايا مكنه لحام وبكره قصدير ومسدسات شمع وشوالين اسمنت. انا واسمنت ليه؟ انت ناوي تعلي دور في طبقات الجو العليا ولا ايه؟ عشان لو معرفناش نلحمه نسده. لا ما ينفعش، والناس تبص من تحت بقى تقول علينا ايه؟ معرفوش يلحموه قاموا مليزينه. ما فاتتش عليا دي بردك. جبت معجون ستوك وبهيه
وهبعت اجيب اتنين نقاشين. بالك انت الخدمة اللي بتعملها لي دي غير انها هتنقذ العالم. يا للدرجة دي؟ بقول ايه يا عزوز؟ تعال عايزك في كلمة. يا عم انا بقول لك الواد ده مش تمام. يا عم سيد ما تخليش الحقد ياكل فيك بالشكل ده، علشان انا جايب شغلانة بالدولار يعني تعمل كده؟ ما شفناش حاجة تحت الحساب ولا اي امارة يعني. هو قال لي هنخلص الشغل فوق وينزل يسحب من الاي تي ام. خليك ويا الكذاب يا سيدي. احنا هنعرف قرب الهجوم فين في الضلمة دي. اثبت نفسك انت فوق مولز زينيا اللي قلتلك عليه ده وانا هقولك. احنا فوقيها اهو. طب تمام، خد يا ست نعناع الابره والفتله دول وخيطلنا هنا في الحته دي. اخيط فين؟ ده هوا. ما اللي معاك دي ابره هوا. وانت يا دي هيصه هات جرد الميه بصابون وعدي على الحته اللي بتخيطها نعناع دي. ايه بقى ان شاء الله؟ علشان لو في حته مش متقفله كويس هتلاقيها بتنفس هوا، فانت تعدي عليها كده بشويه ميه وصابون. بقللت يبقى منفسة، ما بقللتش تبقى كويس. الله ينور عليك. وانت يا كابتن عزوز عد بايدك كده وراهم عشان لو في اي حاجة مقبقبة ولا خلط يعني باين. مراقبة جودة يعني. ما انت الرئيس يا كفير. نعناع عيدي على الحتة دي تاني. ها مش متقفلة كويس على فكرة. طب ما تشدش انت من عندك عشان الخياطة ما تكشكش. مجانين دول ولا ايه؟ بتقول حاجه يا خواجه؟ ما نتحرمش، بس ركزوا انتوا في الشغل الله يكرمكم. انتوا بتعملوا ايه يا ابني انت وهو وهي؟ ها ايه رايك عم سيد؟ ده عاشر خرم اذون نقفله. وفين حلمبوحه بتاعك ده؟ ده باين انه نزل بالحبل وهرب ولا ايه؟ كروديات. يبقى يا عم سيد ما احنا كنا مركزين في الشغل يا عم وما خدناش بالنا. وبعدين ما تخافش انا معايا تليفون. هات التليفون ده بسرعه، خلينا نشوف حد من اهله نتصل بيه نعرف عنوانه. يا عم سيد بقولك معايا تليفونه، يعني رقمه مش العده نفسها. احنا نروح السفاره الامريكيه ونشتكي هناك. ما هي ناقصه غباء بقى، اكيد يعني مش هيروح على السفاره، ده هيطلع على المطار ومنه على امريكا على طول. المطار؟ مش انت لقيته في مطار امبابة يا عزوز؟ ايوه. يبقى اكيد رجع عشان يركب من هناك تاني. يلا بينا يا جماعه. تستقردني انا الكابتن عزوز وتقول لي رايحين نلحم الاذون؟ مش خدت نمره عم ترامب؟ اه وكلمناه قلنا له مش هنسيبك الا لما يجيب الدولارات ويجيب حقنا. هالو everybody. الله ده ترامب بجد. هلوه يا خواجه هلوه كده تكسفنا مع الراجل عم سيد. فك 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 استاذ حلمبوحه بسرعه بسرعه. انا سمعت الخبر جيت على طول علشان انقذ اخو ماي وايف. يا عم ده باين عليه متنكر ده كمان. طب فين الفلوس؟ عيب بقى عم سيد. الفلوس هتوصل لكم لما اخد هلمبوها واتصمن اننا سيف. حقك يا خواجه. يلا هلمبوها حبيبي. يلا يا عم ترامبو. انت هتسيبه يمشي تاني؟ سيبه عم سيد هنعمل بيه ايه يعني؟ انت فاكره هيبعت حاجه؟ طب حق اللف والبنزين اللي سحال ده بيهم طول النهار دول على مين؟ يا عم سيد انت بتتعامل مع اقوى جهاز مخابرات في العالم. ازاي بقى يا اخويا؟ انا خدت حقنا من فلوس البضاعه اللي كانت معاه من غير ما ياخد باله.